طيب هكمل اخبار وهكمل التصريحات المتعلقه بالنادي الاهلي في مدينه اليكانتي باسبانيا، واطير بسرعه الى زميلي العزيز كريم احمد يقول لنا بقى ايه اخبار الفريق، اخبار البعثه الجديد النهارده بعد المباراه الوديه بالامس، التجهيزات خلال الفتره القادمه، رؤيه الجهاز الفني كمان للمباراه الثالثه. مساء الخير يا كريم واهلا وسهلا بيك. برحب بيك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين. اولا طمني المعسكر اخباره ايه؟ كنت بتكلم من شويه عن تصريحات الجهاز الفني وهم شايفين المعسكر حتى هذه اللحظه بيؤدي الغرض المطلوب منه، مباريات وديه على اعلى مستوى الجهاز الفني محقق فيها التارجت اللي هو عايز يوصل له قبل ما يرجع للقاهره، فايه الجديد عندك النهارده بعد مباراه وديه بالامس؟ الجديد النهارده تدريبات، الجهاز الفني كمان رؤيته ايه للمباراه الثالثه ان شاء الله يوم الاثنين؟ بالتاكيد يا محمد، يعني بتفق مع كلامك وكلام الجهاز الفني، معسكر اكثر من ناجح ومتميز في كل الامكانيات لمساعده اللاعبين والجهاز الفني ان هو في استفاده بشكل كبير يا محمد. المباريات زي ما بنتابعها على شاشه قناه النادي الاهلي والتدرج في المستوى اللي احنا اتكلمنا عليه، ودي كانت رؤيه الجهاز الفني. المباراه امس مباراه نيوبورت كاونتي كانت مباراه قويه وكان فيها التحامات قويه، انتهت طبعا بالتعادل 1-1، لكن نقدر نقول ان فيها استفادات كثيره جدا، وده اللي يمكن اكد عليه مستر مارتن سبيسيان كمان كابتن سيد عبد الحفيظ، قال في اهداف وفي نقاط بنحاول ان احنا نركز عليها في التدريبات ونطبقها كمان في المباريات الوديه. والتاكيد كمان يا محمد على النتائج، الجهاز الفني لن ينظر الى النتائج مهما كانت على قد ما هو بينظر الى اللاعبين. في بعض اللعيبه بتتوظف في اماكن غير اماكنها، بيشوف الجهاز الفني هل لو كان في فرصه ان اي لعيب حصلت اي اصابه، لان وارد جدا الفتره القادمه يكون في اي امور، لكن بشكل عام يا محمد الجو العام هنا اللعيبه التركيز الكبير، اهميه مباراه المقاولون العرب ونادي الزمالك ليها اهميه كبيره جدا جدا عند لعيب النادي الاهلي، وعارفين ان الدوري ده مختلف بشكل كبير جدا عن كل الدوريات اللي حققها النادي الاهلي على مدار التاريخ. النهارده بعد التدريبات القويه والصباحي والمسائي والرفع الحمل البدني، قرار كان جيد ايضا كمان من الجهاز الفني النهارده يكون في يوم فري بالكامل يا محمد لكل اللاعبين، لمحاوله طبعا انتقاد بعض الانفاس اللعيبه، يمكن من الفندق للملعب للفندق للمطعم، طبعا جو روتيني معتاد لكل معسكرات النادي الاهلي، فلابد يكون في مع التدريبات الترفيهيه اللي بنشوفها يكون في ايضا كمان يوم فري النهارده، دي اوف كان لكل لعيبه النادي الاهلي، لكن في فتره برضه محدده يا محمد، يعني الموضوع ما كانش يعني لازم يكون في تحديد وفي ميعاد معين، لعبتنا كانت متواجده هنا في فندق الاقامه الساعه 8 مساء او 8 ونص بعد ان توجهوا اللي راح فالنسيا واللي حاول انه يروح مدريد يعني صباحا في تمام الساعه 10 صباحا، فكانت فتره قصيره شويه للاعبين، لكن اللعيبه يمكن لفت طبعا وحاولت ان هي تاخد جوله في مدينه مدريد او مدينه فالنسيا، وعادوا كمان باكد لك ان كل اللعيبه محمد بشكل كبير عندها معنويات مرتفعه مركزه بشكل كبير جدا وتعلم اهميه هذا المعسكر. النقطه اللي انت اتكلمت عليها وهي نقطه المباراه الثالثه، مباراه يوكا موريسيا الاسباني، ودي مباراه ايضا كمان هتكون جيده للنادي الاهلي، مباراه هتكون على نفس الملعب، ملعب بيناتار ارينا اللي متواجد قريب جدا من فندق الاقامه، يمكن نقدر نقول 20 دقيقه، مباراه جيده وبيتم التحضير ليها، بيتم التحضير ليها للغد، يعني الغد هيكون تدريب صباحي ومسائي، صباحا التدريب هيكون الساعه 10 صباحا والتدريب المساء يكون 6:30 مساء، 6:30 دي هيكون وصل بسلامه الله الرباعي كمان للمنتخب محمد بعد ما تاكدنا ان هم هيصلوا الى اسبانيا للانضمام الى معسكر فريق النادي الاهلي غدا في تمام الساعه 7 بتوقيت اسبانيا، وبالتاكيد نفس التوقيت بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله، يعني يكونوا في تدريب بعد بكره ويشاركوا في المباراه الاخيره، وده من الواضح كمان يعني اكيد الجهاز الفني بيطلب لعيبه المنتخب ان يكون متواجد لانه اكيد عايز يشوفهم في المباراه الاخيره ويشاركهم كمان في معسكر فريق النادي الاهلي ان شاء الله يا محمد، نعود جميعا كل اللعيبه تكون في التوب فورم في اعلى مستوى، الجهاز الفني يكون قدر ان شاء الله وتيجوا بالسلامه ان شاء الله يا كريم محمد ان شاء الله باذن الله يا محمد. طيب سؤال كمان يا كريم، بنتكلم على لما اللعيبه بتاخد جوله حره عشان يخرجوا شويه بره اجواء المعسكر وما يبقاش في ضغط عصبي نتيجه معسكر وحوالي 15 يوم بره القاهره وبعيد عن الاسر والعائلات، فبتبقى القصه محتاجه شويه هدوء عشان اللعيبه تستعيد نشاطها من تاني لتدريبات ومحاضرات في اليوم التالي. ايه اللي بتلمسوه على المستوى الشخصي لما بتبقى خارج مع اللعيبه في الجوله الحره؟ هل اللعيبه بتقعد تتكلم في الكوره برضو ولا بتبقى بالفعل جوله مناسبه اللعيبه عشان تخرج بره اطار الكوره شويه وتستعد لليوم التالي والتدريبات والمحاضرات والاستعداد الذهني والنفسي والبدني كمان للمباريات الوديه والتدريبات؟ انت عارف محمد كويس قوي ان لعيبه النادي الاهلي بالتحديد يعني مهما خرجوا مهما خدوا جولات ومهما كان في وقت فراغ بعيدا عن كره القدم، الكلام برضو بيكون في الكوره وبرضو بيكون في المباريات وفي اهميه الموسم ده وفي الاستثناء اللي هم بيشوفوه، بيتكلموا في مباراه المنتخب بمباريات في تونس، الحديث كله في الكوره، لكن بقول لك برضه رغم ان في فترات من الراحه وفترات من اللعيبه ان هي بتحاول ان هي تخرج من المود، لكن هو ده طبع لعيبه النادي الاهلي مهما كان
في تركيز كبير وفي تاكيد على اهميه هذه المرحله. بتبقى فتره قليله جدا اللعيبه بتحاول ان هي تشم نفسها محمد كده شويه، لكن كل الوقت الباقي كله في التركيز، هنعمل ايه بكره، المباراه اللي جايه، التدريبات، نحاول ان احنا نرفع نركز بشكل كبير جدا في التدريبات، نوصل اللي احنا عايزينه. الكلام كله والله محمد في هذا الاطار، عشان كده كل مره بناكد ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا وفي الجهاز الفني. قد المسؤوليه البطوله بالزبط. 41 وان شاء الله يا محمد تكون في مقر النادي الاهلي باذن الله. اخر حاجه كريم، علي معلول متابعته للمنتخب التونسي، الاجواء معايا عامله ازاي؟ علي معلول يمكن امبارح انا كنت بتابع معايا، يعني كنت انا وهو واحمد كابتن احمد فتحي طبعا بنتابع المباراه تونس، اهتمام كالعاده طبعا، يعني احنا اكيد طبعا كلنا حزن ان علي معلول مش متواجد في منتخبنا الوطني، وكان هيفرق معاهم بشكل كبير جدا، لكن حبه لبلده طبعا كالعاده، واحد من النجوم وانتمائه الكبير علي، بيتابع المباريات وبيتابع، بس بيتابع بشكل منفصل يا محمد، يعني ممكن ما يبقاش قاعد مع الفرقه بشكل كبير، لكن ممكن تلاقيه بيتابع بشكل منفصل كده الاشواط، تلاقيه ماسك الموبايل وبيتفرج على التلفزيون في نفس الوقت، اهتمام كبير ان شاء الله. بنتمنى طبعا اكيد من خلال كل التوفيق لمنتخب تونس ومنتخب الجزائر ان شاء الله باذن الله كل مباراتين النهائي منتخب تونس ومنتخب الجزائر. بكره تدريب فتره ولا فترتين يا كريم؟ صباحي ومسائي، صباحي ومسائي الساعه 10 صباحا وبالليل ان شاء الله 6:30، وهو هيكون نفس توقيت المباراه اللي هيكون ان شاء الله باذن الله اليوم عقب اليوم التالي باذن الله مباراه الاهلي ويوكم بريسيا الاسباني. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب ولكل الزملاء في المعسكر، وان شاء الله تعودوا سالمين ان شاء الله الى القاهره بعد اداء المباراه الوديه الثالثه، ويكون استعداد جيد للكل ان شاء الله بالنسبه للمرحله القادمه. شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد. بالنسبه للفريق في ظل